طيب قبل كل شيء النهارده عيد ميلاد واحد من اساطير النادي الاهلي، هو مش اي واحد بصراحه، هو شخصيه حفرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي، سواء كلاعب كاداري كرئيس نادي، وهو الكابتن حسن حمدي. هذه الشخصيه الاسطوريه والمرتبط بيها جدا جدا جمهور النادي الاهلي، واللي على يده النادي الاهلي شهد العديد والعديد من الطفرات على مختلف الاصعده، سواء الصعيد الانشائي، الصعيد الاجتماعي، او حتى الرياضي، وده كان ملموس بشكل كبير جدا. شفنا جيل كان ذهبي في عهد الكابتن حسن حمدي، شفنا بطولات وانجازات غير طبيعيه في عهد الكابتن حسن حمدي. النهارده عيد ميلاده، بنقول له كل سنه وحضرتك طيب ودايما بصحه وسلامه وسعاده دائما يا رب، وعبال كده مليون سنه وانت اهلاوي، ومليون سنه وانت شخصيه مؤثره ومرتبطه بها جمهور النادي الاهلي وفي قلوب كمان كل جماهير النادي الاهلي. كل سنه وكابتن حسن حمدي طيب وبالف صحه وخير.